مرحبا، معكم إيناس أيوب سلوم، مدربة لغة فرنسية. بهذه الجلسة حنتعرف على أهمية تعلم هذه اللغة. محتوى الجلسة: أصل اللغة الفرنسية، تصنيفها بالنسبة لبقية اللغات، أهمية اللغة الفرنسية بالعالم، واللغة الفرنسية والمستقبل. أول شيء رح نشوف أصل اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية جاية من اللغة اللاتينية، معظم مفرداتها وقواعدها جاية من أشكال اللغة اللاتينية. طبعا اللغة الفرنسية خضعت لكثير من التأثيرات والتطورات، كان في تأثر كثير كبير باللغة السلتية، اللي هي كانت تعتبر إحدى اللغات هندو أوروبية، كونها هي كانت منتشرة بشكل كتير واسع بمناطق أوروبا قديما. كلاسيفيكاسيون دو فرانسي، تصنيف اللغة الفرنسية. تم التحدث بهذه اللغة عام 2023 بحوالي 321 مليون شخص. عندنا 235 مليون شخص اللي هن بيستخدموها يوميا، و90 مليون شخص هن متحدثين أصليين. بسنة 2018 عندنا 80 مليون متعلم لهذه اللغة بالعالم. اللغة الفرنسية هي خامس لغة أكثر استخداما بعد اللغة الإنجليزية والهندية والإسبانيول. هي ثاني لغة أكثر استخداما بالعالم، ثالث لغة للأعمال والتجارة، ورابع لغة مستخدمة على الإنترنت. عندنا 29 دولة بيستخدموا اللغة الفرنسية كلغة رسمية لهم. كمان عندنا لو فرونسي، انه هي اللغة الرسمية لكثير من المنظمات، رح نشوفهم هلا سوا. عندنا اول شيء المنظمات الحكومية الدولية مثل الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات المترية العالمية، كمان في عندنا المنظمات الحكومية الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي، كمان في عندنا المنظمات غير الحكومية مثل اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. هلا رح نشوف l'importance de la langue française dans le monde، أهمية اللغة الفرنسية بالعالم. apprendre une seule langue ne suffit pas، طبعا تعلم لغة واحدة ما بيكفي أبدا. على الطالب إنه هو يكون عم بيحكي عدة لغات لحتى يضاعف فرص شغله، إن كان ببلده أو على الصعيد الدولي. تعلم لغة أخرى بيشكل ثروة إضافية وبيفتح له مجالات كتير على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني. كمان هي بتشكل أنا تو بور سا كارير بروفيسيونيل، هي كتير مهمة بمسيرته المهنية. أكيد اللغة الفرنسية بتشكل دافع لحتى هو يحصل على وظيفة بالشركات اللي هي متعددة الجنسيات والناطقة بهيدي اللغة بمختلف المجالات. ثالث سبب هي سي لا لانغ دي ريلاسيون انترناسيونال، هي لغة العلاقات الدولية. اللغة الفرنسية تعتبر هي إحدى اللغات الرسمية بالأمم المتحدة واليونسكو، الاتحاد الأوروبي، اللجنة الأولمبية الدولية، والصليب الأحمر الدولي. واللغة الفرنسية أكيد أمر كتير ضروري لأي شخص بيفكر إنه هو يحصل على وظيفة بالمنظمات الدولية. رابع سبب ستون اوفرتور سور لو مود، يعني انفتاح على العالم. تعتبر اكيد اللغه الفرنسيه هي ثالث لغه اكثر استخداما بعد اللغه الانجليزيه واللغه الالمانيه، وبتخلينا اكيد نتواصل مع متحدثين بهيدي اللغه بجميع الدول، وبالتالي حصول على معلومات من وسائل إعلام دولية ناطقة باللغة الفرنسية مثل تي في 5 وفرانس 24. آخر نقطة، c'est une langue pour apprendre d'autres langues، هي لغة لتعلم لغات أخرى، خاصة اللغات اللاتينية مثل الإسبانية والإيطالية البرتغالية والرومانية. وما بدنا ننسى إنه ما بدنا ننسى انه اللغة الفرنسية بتشكل 50% من مفردات اللغة الإنجليزية المستخدمة حاليا.
ان افونتاج بور اتوديي ان فرانس كمان هي بتشكل دافع لحتى نحن ندرس بفرنسا، اكيد هي بتخولنا انه نحن نكفي تعليمنا باهم الجامعات بفرنسا مثل السوربون، لونيفرسيتي بيير اي ماري كوري، كمان انه نكفي دراستنا باهم المدارس بشروط ماديه مفيده لنا. ثالث نقطة انه الطلاب اللي هن يعني بيحكوا فرنسي كتير منيح بيقدروا هن يستفيدوا من البورس، يعني من المنح المقدمة من الحكومة الفرنسية بجميع الدومين، وبالتالي انه هن يحصلوا على دبلوم معترف فيه دوليا. كل افنير بور لا لانك فرانسيز، شو هو مستقبل اللغة الفرنسية؟ مثل ما نحن شفنا انه هيدي اللغة هي خامس لغة اكثر استخداما بالعالم، عنا 300 مليون من المتحدثين موزعين على القارات الخمس، عنا 235 مليون اللي هن بيستخدموا هيدي اللغة، هيدي يعني اللغة يوميا، ولو فرانسي هو متقدم اي دوفانسي بار لو ماندارين لانجلي لاسبانيول اي لاراب. L'Organisation internationale de la francophonie annonce, يعني المنظمة الدولية للفرانكوفونية تعلن أنه في عنا تطور بالمتحدثين بنسبة 10% بين سنة 2014 و2018، عنا 30 مليون فرانكوفون أو بلوس، واللغة الفرنسية أصبحت ثاني لغة اترانجير أكثر استخداما. ما بدنا ننسى انه كمان هي احدى اللغات الرسمية بمعظم المنظمات الدولية، بمجال السبور هي اللغة الرسمية للألعاب الأولمبية. لو فرانسي اتي فاسيل او ديفيسيل، هل هو لغة سهلة او صعبة؟ تعتبر اللغة الفرنسية هي لغة صعبة مقارنة بباقي اللغات، ولكن من أصعب من غيرها تلك الإسبانيول اي الإيطاليان، يعني هي أصعب، هي أسهل منهم، هني أصعب منا. لو ماندارين لاراب اي لو جابوني سو تروف دان لا كاتيجوري 5، يعني هني أصعب منا، هني لي بلو ديفيسيل ا ابراندر. تاني نقطة انه معظم الطلاب بيشتكوا من صعوبات اللفظ، خاصة انه هن بيكونوا متعودين على فونيتيك معينة، طبعا يعني هيدا الشيء بيتطلب ابرنتيساج بوسي، يعني تعليم شوي اكتر لحتى يقدروا يحكوا فرنسي كوم ناتيف، يعني مثل متحدث اصلي. ثالث نقطة ما بدنا ننسى انه لا جرامير تبعها اي لا كونجيزون هن شوي كومبليكي، شوي صعبين، خاصة مثل مثلا اذا فينا نعطي اكزامبل لا ديفيرونساسيون انتر لو فيمينان اي لو ماسكولان، الفرق بين الفيمينان والماسكولان، في بعض القواعد شوي صعبة، اكيد هيدا الشيء بيتطلب مثل ما نحن قلنا ان ابرنتيساج بوسي، خاصة بور ان ديبيتان، يعني لتلميذ مبتدئ. مثل ما نحن شفنا انه الفرنسي هو شوي ديفيسيل، شوي صعب، لاي عنده دي زوريجين ملتيبل، عنده مصادر مختلفة، اللغة كي ايفوليو هي لغة عم تتطور دايما، دي راجل ديفيسيل قواعد صعبة شوي، اي اون برونونسياسيون ديفيران دو لكريتور، يعني لفظ بيختلف شوي عن الكتابة. مرسي دو مافوار اكوتي، مرسي لكم.